فاكرين تحضر للأخضر أو اتحضر للأخضر؟ وهنا دي جملة ليها أكتر من منطوق، يعني تقدر تعتبرها تحضر جاية من الحضارة، فالذهاب إلى الأخضر هو جزء من التحضر. وتحضر أي استعد، مبادرة مصرية للتعامل مع تغيرات المناخ، خطر الانبعاثات الحرارية اللي بيضرب هذا الكوكب الأزرق، ونتمنى أنه يظل أزرق. هستأذنكم، عندنا تقدر تشوف زي فيديو تصور احنا ممكن يحصل لنا ايه لو أزمة المناخ تفاقمت وتطورت إلى الأسوأ. تخيل عيشتنا هتبقى عاملة ازاي. شوف ده مش طبيعي. صباح الخير. صباح الخير يا عم ميلاد. وده مش طبيعي. ايوه البلالين، ايوه غزل البنات يا استاذ. مش طبيعي. ودي بقى اسمها مانجا. واو، جبتوا اكلها قبل كده؟ وده مش طبيعي. كل ده ما بقاش بعيد انه يحصل بسبب تغير المناخ. بس الاول، ايه هو تغير المناخ؟ ببساطة، تغير المناخ هو إن درجة الحرارة بتزيد قوي وتقل قوي من كتر الانبعاثات اللي طلعت نتيجة تصرفنا الغلط على الكوكب، واللي بيغير درجات الحرارة في الفصول المختلفة، وارتفاع منسوب المية، حتى التربة نشفت وأكلات بنحبها بتختفي. بس مصر ابتدت تواجه تغير المناخ بمشروعاتها وإنجازاتها اللي بتحافظ على البيئة، منها محطات الطاقة الشمسية، وسائل النقل اللي بتقلل الانبعاثات. بدأنا ندور المخلفات ومعالجة المية علشان نعيد استخدامها، وطرق تانية كتير. دلوقتي جه دورك ترجع الطبيعة لطبيعتها. اتحضر للأخضر، مبادرة رئيس الجمهورية لنشر الوعي البيئي، حملة اتحضر للأخضر من وزارة البيئة. والسنة دي مصر بتستضيف الدورة 27 لمؤتمر تغير المناخ COP27.